زينب وخليل الزوجان العزيزان على قلوب الجميع باتا في وضع لا يتيح لهما الكذب بعد الآن بشأن الحمل، فقد أعلن الأطباء أن زينب حامل، وهذا الخبر يحمل في طياته فرحة لا توصف. يسعدني أن أشارككم هذه اللحظة الفريدة التي سيتلقاها أصدقاؤهم بفرح وسعادة عندما يعلمون عن هذا الحدث البهيج. ومع ذلك لم تسر الأمور كما توقع الزوجان في البداية، حتى لو كان كاتب السيناريو يهدفون إلى إدهاش الجمهور، فإن هناك تطوراً غير متوقع بدأ يحدث. بطن زينب ينمو بشكل أسرع مما كان يتوقعه كل منهما. هذا النمو السريع لفت الأنظار وأثار فضول الأشخاص المحيطين بهما، مما جعل الكثيرين يتساءلون عما يجري في حياتهما. وفي خضم هذه المشاعر المتباينة، يجد زينب وخليل نفسيهما في دائرة من الاهتمام والترقب بسبب هذا الخبر السعيد. وفي نهاية المطاف، يتلقيان خبراً مذهلاً من الطبيب، والذي يتركهما في حالة من الدهشة والفرح. سيكون لديهما طفلان توأم، مما يجعل هذه اللحظة أكثر سحراً. مع هذا الإعلان غير المتوقع، يبدأ الزوجان في الاستعدادات بفرح وحماس شديدين لغرفة الطفل. يتحدثان عن الألوان والتصاميم، ويتخيلان كيف ستبدو حياتهما مع وصول التوأم. تصبح أحلامهما جديدة، وتطلعاتهما تتسع مع فكرة توسيع عائلتهما، مما يضفي جواً من السعادة والترقب في كل لحظة من لحظاتهما القادمة. هذه المرحلة الجديدة في حياتهما ستكون مليئة بالحب والفرح، حيث يستعدان لاستقبال أعضاء جدد في عائلتهما.